بعد يوم من تظاهرات وصفت بأنها الأضخم التي تشهدها مصر للمطالبة برحيل الرئيس مرسي ونظامه، أعلنت المعارضة أنها ستواصل الاحتشاد والتظاهر حتى إسقاط النظام، ورأت في دعوة الرئاسة للحوار نوعا من العبث. وبينما دعا أنصار مرسي لحشد تظاهرة أمام رابع العدوية تأييدا له، أصدرت حركة تمرد بيانا أعلنت فيه استمرار الاعتصام في كل ميادين مصر، محددة مهلة حتى مساء غد الثلاثاء للرئيس مرسي لكي يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكشفت أنه إذا لم يتنحى مرسي فسوف تدعو المصريين للزحف إلى قصر القبة وإعلان عصيان مدني شامل لتنفيذ إرادة الشعب المصري. بالفعل حدث مجموعة من الأخطاء. الرئيس محمد مرسي يعترف مرة أخرى بأخطائه ويمد يده من أجل الحوار، وفي الوقت ذاته يحمل المعارضة مسؤولية انسداد أفق الحل السياسي بسبب مطالبها ورفضها المبادرات. الموقف نقله بوضوح المتحدث باسم الرئاسة. هناك مطالب لتيارات سياسية، وكل تيار بيدفع بمطالبه، كل تيار متشبث بموقفه. تسبب هذا الأمر إلى حالة من الاحتقان السياسي في مصر الكل يقره، هناك انسداد في الأفق السياسي. هل لدى قوى المعارضة القدرة على إبقاء هؤلاء في الميادين 10 أيام؟ سؤال طرحه نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قائلا إن أهم ما أثبتته تلك الحشود أن هناك قوة بإمكانها الحشد في مواجهة التيارات الإسلامية. إن دماءكم يونس مخيون زعيم حزب النور الإسلامي حث الرئيس المصري أو حليف الأمس على تقديم تنازلات تجنبا لإراقة الدماء، عارضا في الوقت نفسه الاضطلاع بدور الوساطة مع المتظاهرين. جبهة 30 يونيو اعتبرت خروج الملايين في شوارع مدن ومحافظات مصر إعلانا لا يقبل الشك عن سقوط تام لشرعية السلطة التي يتولى مقاليدها محمد مرسي. الجبهة أبدت عزمها على مواصلة الاحتشاد والاعتصام إلى حين إسقاط الرئيس وحكم الإخوان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. مهما طالت لن أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي دعا الجيش إلى التدخل إذا لم يستجب مرسي لإرادة الشعب على حد قوله. الجيش من جانبه أبدى استعداده لحماية الشعب مشيدا في آن واحد برقي المتظاهرين وانضباطهم، واصفا التظاهرات بأنها غير مسبوقة من حيث عدد المشاركين. الشعب هو الذي أو الناس المصريون هم الذين يقررون طبيعة المرحلة وطبيعة الهتاف وتصورهم حتى لإدارة هذا كل مرحلة. هل سيكون العصيان المدني كفيلا هذه المرة بإسقاط أعلى هرم السلطة؟ المؤكد حتى الآن أن مصر تعيش ظرفا غاية في الدقة. رياض عاشور، العربية.